اوكي اخر حاجه نتكلم عليها بقى كابلكيشن يعني اللي هي البوز اينستاين ستاتستكس، هي هنحاول ندرس اللي هي البيهيفير بتاع سيستم اوف بوزونز، نوت ماسلس بوزونز بقى زي الفوتونز. يعني طبعا احنا درسنا سيستم اوف ماسلس بوزونز قبل كده، او سيستم اوف بوزونز قبل كده اللي هو فوتونز ان كافيتي، بس ان ذيس كيس الفوتونز لانها ماسلس فما كانش فيه كيميكال بوتنشال، فكان الاناليسز الى حد كبير سهل. التنت اوت بقى انك انت لو انت عندك سيستم اوف ماسيف بوزونز ان ا بوكس and then you lower the temperature, then there is actually a very very interesting phase transition بيحصل. يعني this phase transition or this condensation يعني اللي هو بوز اينستاين كونديشن بيحصل at some critical temperature. والفينومينا ديت كانت predicted by اينستاين اعتقد في around 1924-1925 and then later on it was realized experimentally I think around 1995 يعني في University of Colorado يعني زي ما هتكلم كمان شوية. فاحنا الكونسيرن بتاعنا دلوقتي هو البيهيفير of a system of bosons as as we lower the temperature يعني. Okay. طبعا احنا المحاضرات اللي فاتت او في احد المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا على البيهيفير بتاع system of fermions as we lower the temperature، يعني لانك انت for fermion if you remember ان كانت ال n اللي هي number of particles in an energy E كانت بتساوي حاجة زي كده exponential E minus mu plus 1 صح؟ ده اللي هو فيرمي ديراك وهنا طبعا في بيتا. طبعا بقى if you take T للزيرو هتلاقي ان الاكسبوننشال ده ده يا اما بيساوي 1 لو كانت ال يا اما بيساوي 0 لو الميو ايه بقى لو الاي اقل من الميو صح كده، وبيساوي 1 لو الاي اكبر من الميو مظبوط، لانك انت لما بتودي التي للصفر البيتا بتروح للانفينيتي ايه العكس. Yes. اللي هي تي بتروح للصفر او ان البيتا اللي هي بتساوي 1 اوفر كي تي تروح لانفينيتي يعني. فبيحصل الكلام ده، او بمعنى اخر انك انت ال n e ديت بتساوي بتساوي 0 هي هي في واحده انفينيتي يعني صح؟ ديت انفينيتي وديت زيرو صح كده، لانك انت لو الميو لو الميو اكبر لو الاي اكبر من الميو يبقى ديت بوزيتيف اي تو ذا باور بوزيتيف انفينيتي يبقى انفينيتي، لو العكس يبقى زيرو يعني. فانت بقى النمبر اوف بارتكل ان ستيت اي از يو سند تي للصفر بيساوي كام بقى لو انت الاي اقل من الميو ده هيساوي كام؟ ده هيساوي 1 لانك انت الكميه دي بقت بصفر ويبقى 1 على 1 يعني، انما لو انت الاي اكبر من الميو هيبقى الكلام ده بصفر صح. فانت الفيرميونز when you lower the temperature الباترن بتاع الفيرميون بتاع الفيرميونز هو انك انت كل الفيرميونز اللي الانرجي بتاعتهم اقل من الميو كل الستيتس اللي الانرجي بتاعتها اقل من الميو they are completely filled، كل الستيتس اللي الانرجي بتاعتها اكبر من الميو they are completely empty يعني. عشان كده الميو ده هو طبعا ده الميو at zero temperature يعني صح، لانك انت فعشان كده الميو at zero temperature هو كان الفيرمي انرجي صح، لانك انت الفيرمي انرجي باي ديفينيشن هي الليفل اللي كل اللي قبليه مليان وكل اللي فوقيه فاضي يعني. اوكي فذاتس هاو فيرميونز بيهيف وين يو لوور ذا تمبريتشر. احنا بقى عايزين نعمل حاجه سيميلر، احنا عايزين بقى ندرس البيهيفير بتاع سيستم اوف بوزونز از يو لوور ذا تمبريتشر. طبعا انت اول حاجه لو انت بصيت على اللي هي الكورسبوندينج فانكشن بتاعت البوزونز اللي هي كده ان كفانكشن في الانرجي اللي هي بتساوي 1 على اكسبوننشال اي ماينس ميو بيتا دلوقتي بقى ماينس 1
اول حاجه انت اكشلي ممكن تجيب انت ممكن تجيب باوند على الكيميكال بوتنشال من المعادله ديت. ليه بقى؟ لانك انت اول حاجه for a system of bosons when you send the temperature to zero خلي بالك من حاجه مهمه برضو قبل ما اعمل كده، انك انت الكميه ديت is never negative, that's a number of particles ف that's never negative يعني. فطالما الرقم ده is never negative then ده يقول لك ان الكميه ديت دي لازم تبقى اكبر من الواحد صح، otherwise ال n ممكن يبقى نيجاتيف. فده يقول لك لو انت اخدت بقى الـ من ده يقول لك ان ايه بقى، ها يقول لك ان ال الابسلون دايما اكبر من الميو صح كده من المعادله ديت يعني تمام. فانت for any temperature دايما الانرجي هي اكبر من الميو، او بمعنى اخر خلي بالك الميو ديت دايما فانكشن في التمبريتشر صح، clearly it's a function of temperature يعني. فانت دايما if you vary temperature دايما هتلاقي الميو اقل من الانرجي at this temperature يعني. good طيب تعال بقى نسند التمبريتشر للزيرو مثلا، تعال نبرد السيستم ده جدا جدا جدا. فانت لو بتكول السيستم وهو system of bosons there is no obstruction ان كل البوزونز ديت تروح للجراوند ستيت صح، لان this is لان السيستم هيحاول يمينيمايز التوتال انرجي بتاعته، و there is no barrier لان هم بوزونز ان هم يبقوا كلهم في جراوند ستيت ويبقى دي اقل انرجي صح كده. فانت we expect that انك انت لما تسند التي للصفر انك انت كل البارتكل هتبقى في ال n زيرو يعني صح، اللي هتساوي كده 1 over exponential e zero اللي هي ground state minus mu times beta minus one صح. هيبقى ال n zero ده هو تقريبا هو كل الانات مظبوط. خلي بالك انا عندي الكونسترين ده ان الصم على ال n n ده بيساوي n، اللي انا هكتبه كده n zero ممكن اكتبه هنا اصلا عشان ده هتبقى معادلة مهمة جدا، ان ال n zero بلس سام على كل الستيتس الثانيه بقى اللي هي الان اكبر من الزيرو لان ان ده بيساوي ان صح. فاحنا وي اكسبكت انك انت لما بتلور التمبريتشر ان الان زيرو دي تقريبا هي رافلي سبيكنج هي الان يعني صح، ان معظم البارتكل هتروح للجراوند للجراوند ستيت. وخلي بالك انا دلوقتي بقى بتريت السيستم ده ان ذا ثيرموداينامك ليميت صح. ان ذا ثيرموداينامك ليميت معناها ايه؟ معناها انك انت الان ده بيروح لانفينيتي والفوليوم بتاع السيستم بيروح برضو لانفينيتي، بس ال n على ال v is fixed. دي بيسموها الثيرمو او الثيرموداينامك ليميت صح. otherwise you cannot speak of statistical mechanics يعني. فانت الليميت انك انت treat some system كstatistical mechanical system هو ان يبقى في عندك very very large number of particle وفي نفس الوقت عندك big volume يعني. فوي اكسبكت ان ده از فيري فيري لارج، فاحنا وي اكسبكت ان الان زيرو ده از فيري فيري لارج از يو لوور ذا تمبريتشر يعني صح. فده يقول لك ان الكميه ديت لازم تبقى فيري فيري كلوز تو 1 صح، اذروايز يو كانوت ريبروديوس اللي هي الان زيرو ويتش از فيري لارج وين يو موف وين يو سند التي للزيرو يعني صح. فاحنا وي اكسبكت ان الكميه ديت اللي هي اي زيرو ديت ماينس ميو تايمز بيتا ديت دي از فيري فيري كلوز تو 1 يعني صح، which means ان الكميه ديت is very close to zero يعني. فانت at low at small temperature at t goes to zero you can actually بقى طالما الكميه دي صغيره جدا جدا انا ممكن expand ال exponential وكيب بس ال first order term يعني. انت ساعتها تلاقي انك انت ال n zero بتساوي 1 وبعد كده لما expand يبقى لي عندي e zero minus mu times beta طبعا في 1 في الاول وبعد كده ماينس 1 صح. فده اللي هو بيساوي 1 اوفر اي 0 ماينس ميو تايمز البيتا تمام كده. اللي هي منها تقدر تجيب الميو، تقدر تجيب كده استيميت للميو از يو لوور ذا تمبريتشر يعني، لانك انت من المعادله دي بقى تقدر تقول ايه بقى، تقدر تقول ان تقدر تجيب الميو من المعادله ديت يعني صح. اكشلي لو انت جبت الميو من المعادله ديت لانك انت الميو از نيجاتيف
مظبوط. well is negative لو انت افترضت ان الاي زيرو بتساوي زيرو، وهقول لك ان that's actually a very plausible assumption يعني in some cases. مظبوط كده. بس from this equation I mean انك انت you can find the mu. تمام. طبعا ده دلوقتي بقى فيري كده اللي انا عملته دلوقتي ده فيري يعني فيري جنرال كواليتيف فيتشر للشكل الديستريبيوشن از يو لوور ذا تمبريتشر. احنا بقى عايزين ندرس الكلام ده ان ماتش ماتش مور ديتيلز ان ا فيري سبيسيفيك سيستم. وباي ا فيري سبيسيفيك سيستم اي ويل تشوز ذا سمبلست سيستم في الدنيا اللي هو سيستم اوف بوزونز، بس في نفس الوقت السيستم ده نون انتراكتنج بوزونز. تمام. فانا بكونسيدر ا فيري دايليوت جاز اوف بوزونز ان ا بوكس يعني، ونشوف هل السيستم ده هيشو بقى انترستنج بيهيفير ولا لا. تمام. فانا هفترض برضو بقى ان انا عندي بوكس اوف فوليوم في، السايدز بتاعته هي ايه، فانت عندك الفوليوم هو اي كيوب، وانت عندك بقى ان بوزونز جوه البوكس ده. على فكره كاكزامبل للبوزونز ممكن تعمل بيها التجربه ديت، او من اوائل الحاجات اللي الناس فكرت فيها اللي هي الهيليوم 4. الهيليوم 4 ده احد الايزوتوبز للهيليوم، بيبقى فيه النيوكليوس بيبقى فيها 2 بروتونز و 2 نيوترونز. 2 بروتونز 2 نيوترونز ذاتس ذا ريزون فور كولينج ات هيليوم 4 يعني، عشان تدستنجوش الهيليوم 4 ده من الهيليوم 3 والهيليوم 5 والهيليوم 6 يعني. بس اكشلي الهيليوم 4 هو دي موست اباندنت سبيشي من الهيليوم يعني في الطبيعه. فانت عندك 2 بروتونز و 2 نيوترونز وبعد كده 2 الكترونز. There is no way السم بتاع الانجولر مومنتم بتاع السيستم ده يبقى هاف انتجر يعني، صح كده؟ لانك انت طبعا الاوربيتال انجولر مومنتم لو هيكونتريبيوت حاجه للانجولر مومنتم هتبقى انتجر، وفي نفس الوقت السبين انت عندك سبين هاف سبين هاف سبين هاف سبين هاف، فانت عندك اربعه سبين هافز يعني. استحاله تجمع اربعه سبين هافز ويطلع لك هاف انتجر، فانت السيستم ده دايما عنده انتجر سبين. تمام. فانت السبين او التوتال انجولر مومنتم بتاع الهيليوم 4 ده هو انتجر. فانت الهيليوم ده بقى لو انت بصيت على سيستم اوف هيليوم اتومز ات ويل بيهيف لايك ا سيستم اوف بوزونز يعني. تمام. ان فاكت اكشلي كان شو انك انت السبين بتاعهم بيساوي زيرو يعني، السبين بيساوي زيرو اف يو بوت ذا الكترونز ان ذا جراوند ستيتس او اور وات ايفر يعني، اف يو فورس ذا الكترونز انها تبقى في اس ستيتس اتسترا يعني، ذن يو كان فورس الاتوم انها تبقى سبين زيرو يعني. فذاتس فيري فيري سمبل بوزونيك سيستم يعني، انك انت لو السبين بيساوي زيرو ذاتس اكشلي ايفن سمبلر، لانك انت النمبر اوف سبين ستيتس هي ب1 يعني، صح؟ فانت this, let's keep the example ده in mind يعني when we treat a physical system. ومش بس كده، ده انا بقى هايماجن ان السيستم ده is non-interacting يعني ايه؟ يعني انا عندي very very dilute gas of helium في البوكس، فطالما هو very dilute gas يبقى انت يعني the chance of scattering او interaction is very very negligible. فانت basically تتكلم على n free bosons في بوكس يعني. طبعا لو احنا عندنا system of n free particles in a box احنا عارفين بالظبط الكوانتم ميكانيكس بتاعت السيستم ده عامله ازاي. مظبوط. I can find اللي هي السنجل بارتيكل انرجيز والسنجل بارتيكل ديجنريسيز والكلام ده كله اللي احنا عملناه كذا مره قبل كده يعني. طبعا بقى لو انت بتتكلم على كلاسيكال statistical ميكانيكس of n distinguishable particles في بوكس and then you lower the temperature البيهيفير بتاع السيستم is very very boring، لانك انت as you lower the temperature we expect ان السيستم will go to the ground state. We don't expect any phase transition لانك انت ما عندكش اي thermal fluctuation. ما انت لما هتلور التمبريتشر يعني لزيرو انت ما فيش عندك اي KT، ما عندكش اي thermal fluctuations، فانت you don't expect ان يبقى في عندك اي phase transitions يعني interesting phase transition. السؤال بقى could it happen ان انا عندي system of non-interacting particles في بوكس could it happen ان يبقى في phase transition او some interesting behavior؟ فده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده يعني بتفاصيل اكتر. فطبعا بقى لو انت عندك n بوزونز في بوكس يبقى انت ال number of bosons in a state little n ده بيساوي الديجنريسي بتاعت الستيت وبعد كده exponential en minus mu times البيتا minus 1. مظبوط. we're طبعا never forget ان البيتا ديت اللي هي 1 over بولتزمان times التمبريتشر in Kelvin. very good. دلوقتي بقى انا لو انا عندي سيستم اوف بارتكلز ان ا بوكس انا عارف الانرجي بتساوي كام، صح؟ الاي ان ديت هتبقى اللي هي الاي كي اللي هي بتساوي اتش بار سكوير كي سكوير على 2 ام، وفي نفس الوقت عارف الدي ان اللي هي الدي كي اللي احنا حسبناها كذا مره اللي هي هتساوي كام بقى،
اللي هي تساوي في على اتنين باي وبعد كده كي سكوير دي كي، صح؟ لو انت عندك بوزون اوف سبين اس يبقى في هنا 2 اس بلس 1، بس انا اي ويل اسيوم ان البوزون ديت اوف سبين 0 يبقى عندك 2 في 0 بلس 1 هي 1. ان فاكت الفاكتور ان فرونت ده مش هيلعب معايا اي دور، يعني هيبقى مجرد سم نمبر اوف اوردر 1 يعني، فانا هسيب ده كده. طبعا بقى ايه انا انت ممكن بقى طبعا لما تعوض لما تكتب الكلام ده انا هكتب بس degeneracy in terms of the energy زي ما عملت في حاله البلاك بودي، انا بس انستراكتد ان انا هكتب degeneracy بدل ما هي دلاله الكي بدلاله الانرجي. فلو انت عملت طبعا عشان تعمل الكلام ده بقى هتيجي هنا وتعوض عن الكي سكوير من هنا بدلاله الانرجي، انا عايز اكتب كل حاجه بدلاله الانرجي يعني. فانت مثلا من هنا هتلاقي انك انت الكي سكوير بتساوي 2 ام اي على اتش بار سكوير، ادي اول حاجه. وطبعا لو انت جبت الدي كي انت في عندك 2 كي دي كي ديت بتساوي 2 ام اي على سوري 2 ام دلتا اي على اتش بار سكوير، صح؟ فانت عايز تبدل الكي سكوير من هنا وعايز تبدل الدلتا كي من هنا، صح كده؟ طبعا لما هتبدل الدلتا كي انت بقى في هنا عندك حاجه زي كده وهنا كي، صح؟ بس هتروح معوض عن الكي من هنا بقى، فيبقى في عندك سكوير روت اوف اي يعني، صح؟ لانك انت لو عوضت عن الكي من هنا هيبقى ديت بتساوي كام؟ هتبقى حاجه زي كده يعني سكوير روت 2 ام اي وبعد كده اتش بار سكوير، صح؟ هتعوضها هنا، بس في نفس الوقت انت عندك كي سكوير فيها فاكتور اوف اي هنا يعني، فانت هنا عندك فاكتور اوف اي من الكي سكوير وفاكتور اوف سكوير روت اوف اي من الدي كي، فانت اوفرول عندك فاكتور اوف سكوير روت اوف اي يعني، صح؟ فانت بعد بقى بعض شويه تعويضات وكده هتلاقي انك انت اكشلي الديجنريسي ديت ريتن ان تيرمز اوف انرجي هتبقى سام كونستانت مش فارق معايا قوي، وبعد كده سكوير روت اوف اي مظبوط كده تايمز دلتا اي يعني، اوكي؟ والكونستانت ده بقى جاي من الاثنين ام على اكس بار سكوير والكلام ده كله يعني، انا ممكن نعملها دلوقتي بس هي مش ريليفنت قوي يعني، انا اللي يهمني بس اللي هو السكوير روت اوف اي ده، صح؟ فانت ساعتها تلاقي انك انت الديجنريسي ديت او الدي كي ديت بقى اللي انا ممكن اسميها دي اي يعني هتساوي كده سام فانكشن جي اوف اي تايمز الدي اي يعني، والجي اوف اي ديت هي بتجو لايك اي تو ذا باور هاف اب تو سام كونستانت، ممكن تتريس باك كل الكونستانت دي من هنا يعني، مظبوط كده؟ فانت الجي اوف اي ديت دي بيسموها بقى ايه الدنسيتي اللي هي density of states يعني، اللي هي زي الجي اوف اوميجا او بتاعت البلاك بودي يعني، اوكي؟ اللي هي number of states in an energy interval dE يعني، هي بدل number of states in a frequency in a k interval delta k يعني، مش فارقة في اي حاجة يعني، اوكي؟ very good. دلوقتي بقى once I know this ممكن بقى دلوقتي اعوض في المعادلة ديت فاحصل على ايه بقى؟ فدلوقتي لو عوضت ده يقول لي ان ال n at some fixed energy e او n at some fixed momentum k يعني هي بتساوي حاجة زي كده بتساوي g e وبعد كده دلتا e وبعد كده هنا في factor of volume وبعد كده exponential e ماينس ميو بيتا ماينس 1، مظبوط كده؟ هي الجي اي دي هتبقى في هنا عندك فاكتور يعني بص هتبقى الدي اي دي هتبقى كده عندك فاكتور اوف في، مظبوط كده؟ اللي هو منين؟ من ده، صح؟ انت عندك دايما اوفرول فاكتور اوف في، انا هاخد الفاكتور اوف في ده وكل الباقي هسميه جي اي دلتا اي يعني، صح؟ والجي اي ديت حاجه تايمز اي تو ذا باور هاف يعني، اوكي؟ يعني اعتقد الحته اللي في الانفرونت ديت اعتقد هتبقى اتش بار سكوير على على ام وبعد كده سكوير روت 2 ام على اتش بار سكوير حاجه زي كده يعني، اوكي؟ فده يديني النمبر اوف بارتكلز ويز انرجي اي، النمبر اوف بارتكل ويز انرجي اي بيساوي الفوليوم تايمز الدنسيتي اوف ستيتس تايمز الدلتا اي ديفايدد باي الدينومينيتور ده يعني. فطبعا بقى لو انا عايز احسب التوتال نمبر اوف بارتكلز لكل الانرجيز هانتجريت،
صح. فانت بقى ده انا اكشلي المفروض اسمي ده الدلتا اللي هو الان دلتا اي يعني، او المفروض اسمي ده دلتا ان يعني صح. فانا عشان اجيب التوتال نمبر اوف بارتكلز انا هعمل كده انتجريت بقى من زيرو لانفينيتي للكلام ده للجي اي دي اي وبعد كده اكسبوننشال اي ماينس ميو تايمز البيتا ماينس 1. وهنا عندك سم اوفر اول فاكتور اوف فوليوم يعني اللي هو ده صح. طبعا دلوقتي بقى انت احنا هنا بالانتجريت من الزيرو which is weird لانك انت لو انت حسبت الانرجي بتاعت البارتكلز في البوكس اكشلي الانرجي بتاعتهم مش بتبدا من الصفر صح، لانك انت لو انت عندك بارتكل ان بوكس الجراوند ستيت انرجي بتاعتك هي كده بتساوي اتش بار سكوير كي سكوير على 2 ام، والكي سكوير ده اللي هو الكي بتاعت اللي هو بيساوي كده باي سكوير على ال سكوير وبعد كده سوري الكي بيساوي كده 1 1 1 صح، لانك انت في الجراوند ستيت الان اكس ب1 والان واي ب1 والان زي ب1 يعني صح. فانت هتلاقي ساعتها ان الكي سكوير ده بيساوي باي سكوير على ال سكوير تايمز 3 صح. فده يبقى كده باي سكوير وفي هنا فاكتور اوف 3 لانك انت لما تجيب المربع بتاع كي ده يعني، وبعد كده انا في عندك ال سكوير صح اللي هي الجراوند ستيت بتاع بارتكل في 3 دايمنشنال البوكس يعني. بس لو انت بقى في الثيرموداينامك ليميت انك انت بتاخد فيري لارج نمبر يعني فيري ماكروسكوبيك فوليوم يعني صح، فانت لو حسبت الكميه دي الكميه دي افكتيفلي زيرو يعني، لانك انت عندك اتش بار سكوير اتس فيري فيري سمول نمبر ديفايدد باي ال سكوير اتس ا ماكروسكوبيك نمبر يعني. فانت الكميه ديت براكتيكالي الجراوند ستيت بتاعتك فور ا بارتكل ان ا بوكس هي بتساوي زيرو يعني صح، ان ذا ماكروسكوبيك ليميت اور ان ذا ثيرموداينامك ليميت يعني صح كده. That's the reason I felt free ان انا ابدا من الزيرو ما ابداش من الفاليو ديت اللي هي المفروض انها لو انت بتفكر يعني اورثودوكس بقى في التفكير بتاعك لا ده انا لازم ابدا من الرقم ده which is finite but it's actually not، انك انت لانك انت بتاخد الماكرو الثيرموداينامك ليميت this رقم النمبر ده is actually practically zero يعني مظبوط كده. فانت كده لو حسبت الكميه دي يديك التوتال نمبر اوف بارتكلز تمام. انا بقى عايز امسك المعادله ديت وادرسها بالتفصيل. خلي بالك دلوقتي انا عندي n bosons of box والn ده is conserved صح، انا عندي n والn ده is a fixed number تمام، هما massive bosons بقى و there is no destruction or creation of bosons massive bosons صح. فالرقم ده هو one of the macroscopic parameters اللي انا ممكن اكون عارفها، فانا ممكن actually اترن الايكويشن دي upside down لايكويشن للميو، لانك انت بقى خلي بالك انت لما هتحسب الان ديت لما هتحسب الانتجرال ده صح، لو hopefully you manage to compute this integral actually تعالى نحسب الان على الفي اللي هي الـ number of particle per volume يعني اللي هو بيساوي كده بيساوي اللي هو right hand side اللي هو integral من 0 infinity وبعد كده جي اي وبعد كده دي اي وبعد كده exponential e minus mu beta minus 1 صح. When you compute this integral طبعا انا هسمي ده بقى ايه، هسميه little n اللي هو النمبر density، هيديك رقم اللي هو الn ده هيبقى function في البيتا وfunction في الميو لان دي البارامترز الوحيده اللي في الانتجرال، انت you already did the energy integral يعني صح. فانت خلاص انت عارف الفانكشن ديت مظبوط كده، فانت you can turn this up الفانكشن بقى كfunction to define الميو نفسها صح. انت انا بفترض ان انا عارف الرقم ده، ما هو ده that's one of the macroscopic parameters اللي انا عارفها من البدايه، انا حاطط certain number of bosons جوه البوكس وعارف الفوليوم بتاع البوكس، فانا لو حسبت الانتجرال ده ممكن يديني فورمولا للكيميكال بوتنشال. فانا التاسك بتاعتي دلوقتي بقى ان انا ادرس البيهيفير بتاع السيستم ده as we lower the temperature او as we vary the chemical potential كفانكشن في temperature يعني اوكي فيري جود. دلوقتي بقى تعالى نشوف ازاي هنحسب الانتجرال ده. بص انا عشان احسب الانتجرال ده بقى انا هعمل تشينج اوف فاريبل بسيط، انا هعرف فاريبل اكس هيبقى عباره عن البيتا تايمز الانرجي، وخلي بالك انا الانرجي بتاعتي هي انرجي بتاعت بارتكل ان بوكس اللي هي ديت الانرجي بتساوي اتش بار سكوير كي سكوير على 2 ام، فدي دايما اكبر من الصفر صح كده، والبيتا هي 1 اوفر كي تي
برضو اكبر من الصفر. فانت دايما الاكس ده is positive، الاكس ده دايما اكبر من اكبر من الصفر يعني for finite temperature، صح؟ طبعا انت ممكن تقولي لا ما هالبيتا بتساوي 1 over kt، وانا لو وديت الt infinity يبقى البيتا بصفر يبقى الاكس بصفر، صح كده؟ بس still الاكس اكبر من او بيساوي صفر يعني، صح؟ بس at finite temperature when beta is finite الx is bigger than zero يعني. طبعا الكود بي زيرو من الاي لانك انت if you go to the ground state يعني الاي كود بي زيرو، بس هو برضو it's never negative يعني. اوكي very good. وهعرف بقى variable تاني z اللي هو عبارة عن كده exponential mu times البيتا، مظبوط كده؟ دلوقتي بقى انا هكتب الانتجرال ده بدلاله الاكس والزي. لو انت عملت كده بقى، طبعا انت اول حاجه هتلاحظها ان يبقى في هنا عندك، لانك هنا عندك الجي اي ديت، احنا قلنا من شويه ان الجي اي دي هي بتجو لايك اي تو ذا باور هاف، وفي هنا عندك سام فاكتور ان فرونت احنا عارفينه بالظبط هو بكام، صح؟ فانت بسبب انك انت الجي اي بتجو لايك اي تو ذا باور هاف فهي هتجو لايك اكس تو ذا باور هاف يعني، صح؟ طبعا انا ممكن اضرب هنا بقى في اضربها في بيتا والكلام ده كله يعني، او سكور روت في بيتا يعني، صح؟ فانا ممكن اعمل الكلام ده. فانت لو انت عوضت بقى كل لو انت جبت الاكسبلسيت فورمولا بتاعت الجي which you can وعوضت التعويضه ديت تطلع لك ان الان بتساوي الكلام ده بتساوي الام كي بولتزمان تي، وبعد كده ده 3 اوفر 2، وبعد كده سكوير روت اوف 2 باي سكوير اتش بار سكوير، وبعد كده انتجرال من 0 لانفينيتي، وبعد كده هيبقى الدينومينيتور عباره عن ايه بقى؟ هيبقى عباره عن 1 ماينس زي اكسبوننشال ماينس اكس، وبعد كده هيبقى زي اكسبوننشال ماينس اكس، وبعد كده اكس هاف، وبعد كده دي اكس. اوكي؟ يعني مش صعب تثبت دي خالص يعني، هتترانسفورم كل حاجه بقى يعني، الدلتا اي دي برضه هتجيبها من هنا، والجي اي دي احنا عارفينها هي بيزيكلي اكس ذا باور هاف اب تو سام كونستنس لازم بقى تقدر تحسبهم، وكذلك اكسبوننشال ماينس ميو بيتا ديت اللي هي ديت اللي هي 1 اوفر زي يعني اتسترا يعني. اوكي فذاتس ذا فورمولا فور ذا نمبر اوف بارتكلز يعني، تمام. انا بقى عايز احاول احسب الانتجرال اللي هو في الرايت هاند سايد ده، لان لو حسبت الانتجرال ده then I can compute الكيميكال بوتنشال كفانكشن في الليتل ان. اوكي very good. طبعا عشان تحسب الانتجرال ده بقى one way to go يعني او to proceed هي انك انت تexpand ال denominator ده، لانك انت لو بصيت مثلا على الكمية ديت اللي هي 1 over 1 minus z exponential minus x، انا ممكن اexpand الكمية دي كده، ممكن استخدم بقى اللي هي الجيومتريك سيريس اللي هي بتقول لك لو انت عندك 1 over 1 minus t ده بيساوي sum n من صفر لانفينيتي t to the power n، والسيريس دي هتكونفيرج لو t اقل من الواحد، صح كده؟ خلي بالك z is never negative، صح؟ لانك انت z هي exponential حاجة فهي عمرها ما هتبقى negative يعني، صح؟ فدلوقتي بقى لو انت طبقت الجيومتريك سيريس اكسبانشن على البتاع ده يطلع لك ان ده ما هو الا ايه بقى، هيبقى يطلع الصم ده هيبقى 1 بلس زي اكسبوننشال ماينس اكس بلس زي سكوير اكسبوننشال ماينس اكس سكوير سوري 2 اكس دوت دوت دوت، صح؟ طبعا انت دلوقتي في عندك ايشيو دلوقتي، هل بقى از ات legitimate ان انا اعمل الاكسبانشن ده، او السؤال يعني هل الرايت هاند سايد بيكونفيرج للليفت هاند سايد؟ طبعا اجابه السؤال ده بتعتمد على هل الكميه دي اقل من الواحد ولا لا، او هل السيريز دي او ايه الكونديشن بتاع الكونفيرج بتاع السيريز ديت يعني. هي بص يعني لو انت بصيت على السيريز ديت وقارنتها بالسيريز دي 1 ماينس زي، صح؟ السيريز دي هتكونفيرج لو الزي اقل من الواحد، هتكونفيرج لكده n من صفر لانفينيتي z to the power n ديت لو z اقل من الواحد، صح؟ بس لو انت قارنت السيريز ديت بالسيريز ديت، لانك انت ال e to the power minus x ديت اقل من الواحد، صح؟ اقل من او تساوي الواحد actually،
مظبوط من هنا لان الاكس از بيجر ذان ايكوال تو زيرو صح. فانت الكميه دي دايما اقل من او تساوي الواحد. فانت بص فانت كل ترم في السيريز ديت هو اقل من الكورسبوندنج ترم في السيريز ديت صح، لانك انت كل ترم في السيريز ديت ضربته في حاجه اقل من الواحد صح كده. اذا this series will converge if this series converges يعني مظبوط كده. يبقى اكيد لو طبعا السيريز دي هتدايفرج امتى؟ لو الزي بتساوي واحد، لو الزي بتساوي واحد او اكبر من الواحد يعني، بس الكريتيكال بوينت هي الزي بتساوي واحد. فانت اكيد في حاجه غريبه هتحصل عند الزي بتساوي واحد يعني من 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 قبل ما نعمل الاناليسيس خالص. وي اكسبكت انك انت البوينت زي ايكوال 1 ديت ويل بي سام اكزوتيك بوينت في البارامتر سبيس بتاعك. طبعا انا لسه ما حسبتش الانتجرال ولا عوضت، بس انت من البدايه خالص وي انتسيبيت ان البوينت زي ايكوال 1 ديت ويل ريبريزنت سام انترستنج بيهافير. بس زي ايكوال 1 لو انت رجعت للمعادله ديت زي ايكوال 1 بيكورسبوند لايه بقى؟ الميو بتساوي زيرو، انك انت البيتا از فاينايت، البيتا 1 اوفر كي تي يعني صح كده. فانت ال- 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 الكميه لما الميو بتساوي صفر بمعنى اخر this would be very very interesting يعني صح. فده اللي احنا عايزين نتريسه بالتفصيل الممل يعني. فانا I will go ahead and substitute the expansion ده في الانتجرال واشوف، وهتكلم تاني على الكونفرجنس يعني لما اكتب بقى كل حاجة في الانتجران دي يعني مظبوط كده. طبعا لو انت بسيط، لو انت عوضت بقى لو انت عوضت الانتجران من using the expansion ده هتلاقي ان ال لانك انت عندك في نيوميريتور، انا بس هكتب الحته ديت على الحته ديت. فانت عندك زي اكسبوننشال ماينس اكس على 1 ماينس زي اكسبوننشال ماينس اكس. طبعا لو انت ضربت الكميه دي بقى في كل ترم من دول هيديك الصام ده، صام ان من 1 بقى مش من 0 لانفينيتي للكميه ديت زي تو ذا باور بي اكسبوننشال ماينس بي اكس صح. ما انا هضرب كل ترم من دول في في الحته ديت يعني. فانت الصم مش هيبدا من زيرو بقى، هيبدا من 1 صح، لانك انت اول ترم هيبقى z e to the power minus x. واضحه دي؟ ال a سوري ال p يعني طبعا ديت p يعني صح. لا بص يعني الكميه ديت، الكميه دي هي عباره عن كده z e minus x في الكلام ده اللي هو 1 plus z e minus x plus z square e minus 2x dot 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 يعني صح، اللي هي بتساوي sum. انا هسمي الاندكس اللي بصم عليه بس p يعني infinity z to the power p وبعد كده exponential minus px. مظبوط كده؟ very good. يبقى ساعتها بقى اقدر اكتب الانتجرال ده كده. الانتجرال ده ما هو الا الفاكتور اللي انفرانت ده اللي انا اسميه مثلا سي، وبعد كده انتجرال من زيرو لانفينيتي، وبعد كده ايه بقى وبعد كده عندي صم الفاكتور ده سي ده، وبعد كده عندي صم على البي من 1 لانفينيتي صح، وبعد كده زي to the power p. خلي بالك z is independent of x فممكن تخرج بره الانتجرال، وهيبقى لك جوه الانتجرال اللي هو ده بقى الاكسبوننشال ماينس px وبعد كده x to the power half dx. مظبوط. انا في سبب ان انا خليت x to the power half دي لوحدها يعني ما اخد. فانت دلوقتي طلعت z to the power p بره الانتجرال وفي الصام والc ده اللي هو الكونستنت ده مظبوط كده. انا دلوقتي بقى عايز احسب الانتجرال ديت واشوف ايه اللي هيحصل. واضحه؟ فتعالى نحسب الانتجرال ده فور سام بي. يعني دلوقتي عايز احسب الانتجرال ده اللي هو الاي بي اللي هو كده انتجرال من 0 لانفينيتي وبعد كده اكسبوننشال ماينس بي اكس اكس تو ذا باور هاف دي اكس صح؟ لانك انت الكلام ده ما هو الا زي تو ذا باور بي سام على الاي بي ده يعني صح؟ لو انت بصيت على الانتجرال ده actually that's an integral which is very very familiar يعني almost familiar. ليه بقى؟ لانك انت there is a very famous function في الماثيماتيكال فيزيكس اللي هي الجاما function اللي هي defined this way يعني الجاما function في some real variable t مثلا. التعريف بتاعها كده integral من 0 لانفينيتي وبعد كده y to the power t minus 1
وبعد كده exponential minus y dy صح؟ الفانكشن دي احنا عارفين بالتفصيل ايه الفاليو ساعتها for different t، بس انت لو انت قارنت من ده وده هتلاقي انك انت ده is almost a gamma function، يعني انت بس محتاج تعمل very simple change of variable. فانت لو جيت في الانتجرال الاولاني ده مثلا وسميت ال px ديت سميتها ايه بقى؟ ها انا عايز اخلي ده هو ده فممكن نسميها y صح، وبالتالي ده يقول لك ان ال dx بتساوي dy over p صح. فساعتها لانك انت ال ip ده written in terms of y هيساوي كده، هيساوي 1 over ايه بقى؟ خلي بالك انت هتبدل الاكس هنا برضو صح، لانك انت هتلاقي انك انت الاكس من المعادله دي هتلاقي انك انت عايز تجيب سكوير روت اوف اكس، فتلاقي انك انت السكوير روت اوف اكس او اللي هي الاكس ذا باور هاف هي عباره عن 1 over p to the power half وبعد كده y to the power half صح. فانت عندك هنا فاكتور اوف 1 over p to the power half وهنا فاكتور اوف 1 over p يديك 1 over p to the power 3 over 2، فانت في عندك كده 1p 3 over 2 وبعد كده الانتجرال من 0 لانفينيتي، طبعا الانتجرال ده لينير يعني، فانت لو الاكس ب 0 الواي ب 0 اكس بانفينيتي واي بانفينيتي، وبعد كده بقى هتلاقي انك انت الانتجرال بقى اكسبوننشال ماينس واي والاكس تو ذا باور هاف بقت هي مجرد واي تو ذا باور هاف وادي الدي واي اهي صح، الدي اكس بقت دي واي على بي بس يو هاف تيكن كير اوف ذس بي يعني. بس لو انت قارنت الاي بي ده بالديفينيشن بتاع الجاما فانكشن هتلاقي انك انت الاي بي ذس اي بي ما هو الا ايه بقى؟ 1 اوفر بي تو ذا باور 3 اوفر 2 وبعد كده جاما كام بقى؟ جاما 3 اوفر 2. جاما 3 اوفر 2 دي بقى احنا عارفينها بكام؟ تمام؟ اكشلي جاما 3 اوفر 2 ديت يو كان بروف انها بتساوي سكوير روت اوف باي على 2. Then I'm almost done لان انا دلوقتي خلاص انا حسبت الانتجرا ده فور اني بي. This integral هو دايما في عندك 1 over p to the power 3 over 2 times some constant factor لكل البي هات اللي هو جاما 3 over 2 يعني صح؟ فدلوقتي بقى I can go ahead and substitute. فلو عوضت بقى كل حاجة هتلاقي انك انت ال n اللي احنا كنا بندور عليها ديت دي بتساوي كام بقى؟ كان في some factor in front انا هكتبه بقى بالتفصيل اللي هو الكونستنت اللي كان في front ده كان m وبعد كده كي بولتزمان تي على 2 باي اتش بار سكوير وانا اخدت برضو الفاكتور ده انتو اكاونت في الكونستنت اللي كان ان فرونت برضو صح تو ذا باور 3 اوفر 2 كل ده ملتبلاينج الفانكشن ديت اللي هي انتجرال اللي هو كان من بي لواحد من واحد لانفينيتي كان عندك z to the power p اللي هي كانت بره الانتجرال وبعد كده بقى كان في اللي هي ال 1 over p 3 over 2 ديت فانت هنا عندك p 3 over 2 بس كده دي الفاليو بتاعت الانتجرال يعني صح دي الفاليو بتاعت ال n مظبوط كده خلي بالك السورس بتاعت z to the power p ديت اللي هي الصام اللي كان في الاول دي كانت بره الانتجرال وبعد كده الانتجرال ادانا سام كونستانت اللي هو ده انكلودد هنا مع الكونستانت اللي موجود في الاول وبعد كده اللي هي الفاكتور ده صح فيري جود. دلوقتي بقى انا هسمي انا هعرف فانكشن اسميها جي فانكشن في الزي اللي هي ديت اللي هي السام من بي بتساوي واحد لانفينيتي للزي to the power p على p to the power 3 over 2 اوكي اكشلي بسبب انك انت الفانكشن ديت هي ديبندنت على الزي بالمنظر ده وفي نفس الوقت الدينومينيتور فيه p to the power 3 over 2 هسمي ديت g 3 over 2 تمام and then بقى you notice that this function is actually related لريمان زيتا function في بقى function اللي هي الريمان زيتا function ديت اللي هي الريمان زيتا function اللي هي ديت اللي بيسموها جاما p او سوري جاما s اللي هي كده sum
على ال P من 1 ل infinity وبعد كده 1 over P to the power S. مظبوط كده؟ This is one of the very very interesting functions في الماثيماتكس, يعني اسمها ريمان زيتا فانكشن. الريمان زيتا فانكشن ديت هي defined in terms of a series. انك انت تقول لي ايه هي الاس, let's assume for now ان الاسات ديت real numbers. مظبوط كده؟ لانك انت بتتكلم يعني الاس دلوقتي هيلعب دورها مثلا 3 3 over 2 هنا. صح, انا بتكلم على الجزء ده اللي هو الحته اللي تحت دي هي شبه جدا ديت لما يكون اس ب 3 over 2. صح؟ يعني it can be shown بقى انك انت الريمان زيتا فانكشن بتكونفيرج لو الاس اكبر من الواحد. اوكي؟ يبقى انت الريمان زيتا فانكشن ديت, ودي على فكره البروف بتاعها مش صعب. ريمان الفانكشن ديت بتكونفيرجز فور اس bigger than 1. S equal 1 الفانكشن بتدايفرج, ده كريتيكال لاين يعني. تمام؟ لو الاس اقل من فور اول فاليوز اوف اس اقل من او يساوي الواحد الفانكشن بتدايفرج. صح كده؟ فيري جود. لو انت بقى بصيت على الفانكشن ديت هي اولموست ريمان زيتا فانكشن, مثلا ان بارتيكولر مثلا لو انت خدت جي 3 اوفر 2 مش عند اي فاليو للزي بقى, عند الزي ايكوال 1. خلي بالك الزي ايكوال 1 هي النقطة اللي احنا وي انتسيبيت ان يحصل عندها انترستنج بيهيفير. ريمبر ان الزي كانت بتساوي اكسبوننشال ميو تايمز بيتا, فانت الزي ايكوال 1 اللي هي بتكورسبوند لميو ايكوال 0 يعني. لو انت حطيت الزي بتساوي 1 هنا هتلاقي انك انت الفانكشن ديت بقت سم على البي من 1 لانفينيتي وبعد كده 1 على بي اوفر 3 اوفر 2 اللي هي ايه؟ اللي هي كام بقى؟ اللي هي الريمان زيتا فانكشن ايفالويتد عند اس بتساوي 3 اوفر 2. صح؟ الريمان زيتا فانكشن عند 3 اوفر 2 معروفه, يعني السيريز ديت بتكونفيرج لويل ديفايند نمبر اللي هو كده اللي هو 2.612. مظبوط كده؟ فانت اكشلي لو انت بصيت على الفورمولا ديت للان then you can actually figure out a temperature عندها الميو بتساوي صفر. صح؟ اللي هي او temperature عندها الزي بتساوي 1. لانك انت مثلا لو جيت على الفورمولا ديت اللي هي دي انت ممكن تقول, خلي بالك انت دلوقتي انت لو بصيت على المعادله ديت الزي ديت function في temperature, هي فانكشن في التمبريتشر ثرو التمبريتشر ديبندنس بتاع الميو والبيتا. صح؟ فانت الزي ديت هي ات ذا اند هي فانكشن في التمبريتشر لانها بتساوي اكسبوننشال ميو اللي هي فانكشن في التمبريتشر والبيتا اللي هي فانكشن في التمبريتشر يعني. فانت ممكن تسال سؤال بسيط جدا او ممكن من المعادله دي تقول تقدر تحسب ايه هي التمبريتشر اللي عندها زي بتساوي 1. صح؟ خلي بالك الان دلوقتي بتساوي الفاكتور اللي هو الكبير ده M K بولتزمان وبعد كده T 3 over 2 وبعد كده 2 باي H بار سكوير وبعد كده الفانكشن G 3 over 2 ديت Z. صح؟ أنا دلوقتي بقى هفضل أغير التمبريتشر. صح كده؟ لحد ما هيت Z equal 1. لما يكون الزي بتساوي 1 يبقى أنت G 3 over 2 ديت بقت G 3 over 2 فانكشن في زي بتساوي 1 اللي هي الفانكشن ريمان زيتا فانكشن ديت يعني. يبقى انت 4 جي 3 اوفر 2 زي بتساوي جي او سوري 4 زي ايكوال 1. عندنا ايه بقى؟ الجي 3 اوفر 2 عند ال 1 ديت بتساوي اللي هي الريمان اللي هي بتساوي 2.612 سوري زي ايكوال 1. ده هيحصل عن تمبريتشر بتساوي كام بقى؟ اقدر احسب التمبريتشر ديت. صح؟ ازاي؟ ان انا اعوض هنا عن الزي بتساوي 1. صح؟ يبقى انا اعوض هنا عن الزي بتساوي 1 واسمي التمبريتشر اللي ده بيحصل عندها تي سي كريتيكال تمبريتشر يعني. فهيديني فاليو للتي سي اقدر احسبها من المعادله ديت, لانك انت خلي بالك الكميه دي بتساوي الرقم ده يعني. صح؟ فده يديك فاليو للكريتيكال تمبريتشر اللي احنا لسه ما نعرفش ايه الفيزيكال مينينج بتاعها يعني, بس انا حسبتها بس فور فيوتشر
يوسج يعني هتلاقي انك انت this critical temperature لو انت بقى حليت المعادلة ديت for critical temperature يطلع لك يعني بعد شوية لو انا مش غلطان يعني 2 باي اتش بار سكوير اعتقد على كي بولتزمان ام وبعد كده ان على 2.612 باور 3 اوفر 2 صح كده ولا 2 اوفر 3 اعتقد 2 اوفر 3 صح كده this is so far this is just a جسم ماثيماتيكال ستيتمنت اللي بيحصل عندها ان الزي بتساوي 1 ولما يكون الزي بتساوي 1 وي انتسيبيتد ان في حاجه انترستنج هتحصل خلي بالك لو الزي بتساوي 1 انت ما عندكش اي مشاكل يعني تسوا انها احنا في الاول كان عندنا داوت انك انت الانتجرال مايت دايفرج ات زي ايكوال 1 بس احنا لما حسبنا الانتجرال اكسبليسيتلي وحطينا زي ايكوال 1 طلع ان الانتجرال از فاينايت هي المشكله لو زي اكبر من 1 بقى يعني اوكي ساعتها بقى الانتجرال ممكن يدايفرج يعني بس زي ايكوال 1 از ا نايس بوينت احنا عايزين نعرف بقى الفيزيكال مينينج بتاع زي ايكوال 1 اللي هي بيكورسبوند لسام كريتيكال تمبريتشر يعني تمام دلوقتي بقى احنا حسبنا ايه احنا حسبنا ال لو انا عملت ايه بقى very good دلوقتي بقى انا لو بصيت على على انهي معادله لو احنا بصينا على المعادله ديت اوكي لو انا جيت على المعادله دي مثلا احنا خلاص بقى سمينا الكميه دي كلها على بعضها g3 over 2 function of z انا دي كلها كده g 3 over 2 اللي هي function of z where g 3 over 2 اللي هي function of z ده بتساوي sum على ال p من 1 ل infinity z to the power p وبعد كده p 3 over 2 مظبوط كده where ال z ديت هي rated للchemical potential بالطريقة ديت اوكي تعالى بقى تعالى ندرس البيهيفير بتاع جي اوف زي ديت فور فور سمول فور سمول زي اوكي او مش سمول زي لو انت بصيت مثلا هتلاقي انك انت اف يو تيك سوري تعال ندرس مثلا الفانكشن ديت فور لما نزود التمبريتشر فور هاي تمبريتشر اوكي طبعا انت لما هتزود التمبريتشر لانك انت البيتا بتساوي 1 اوفر كي بي تايمز تي لما بتزود التمبريتشر البيتا بتصغر صح فانت هاي تمبريتشر معناها لوور او سمول بيتا فلما ده بيحصل انت برضو بتصغر الزي مظبوط كده فانت لما بتصغر الزي اللي بيدومينيت السيريس اللي في الرايت هاند سايد ديت اللي هو الدومينانت اللي هو الفيرست تيرم يعني صح فانت ان ديس ليميت بقى يعني لانك انت الجي 3 اوفر 2 زي هي roughly speaking هي الزي يعني صح؟ اللي هو أول ترم في السيريس يعني خلي بالك أنت لو بتتكلم على أول ترم في السيريس يبقى البي بتساوي واحد صح؟ لأنك أنت أول ترم في السيريس ديت هي z to the power 1 مظبوط كده؟ فأنت لو z is very very small يبقى أنت الفونكشن ديت هي basically هي الزي يعني فأنت بقى then we expect أنك أنت at higher temperature الفونكشن أو ال n بتساوي m k بيتا t على 2 باي h بار سكوير 3 اوفر 2 تايمز ال z بس z ما هي الا اكسبوننشال ميو تايمز البيتا يعني اوكي اللي هي منها ممكن تجيب الفاليو بتاعت الميو يعني انك انت تاخد بقى اللوج بتاع الطرفين وهكذا فتلاقي انها ساعتها ان ديس ليميت هتلاقي انك انت الميو بتساوي ماينس 3 اوفر 2 وبعد كده k t وبعد كده اللوج بتاع الكلام ده m k t على 2 باي h بار سكوير n to the power 2 over 3 مظبوط كده ده الكيميكال بوتنشال لما يكون التمبريتشر از هاي تمام طب تعالى بقى نلور التمبريتشر
طبعا كليرلي لو انت بصيت على الاكسبريشن ده اكيد برضو انت ممكن تقول طب امتى الكيميكال بوتنشال يساوي صفر، صح؟ او امتى الكيمياء دي بتساوي 1 يعني، مظبوط كده؟ لانك انت دلوقتي انت ات هاي تمبريتشر وبعد كده بدات تلور التمبريتشر، فانت لما تلور التمبريتشر انت هتهيت ا بوينت عندها الميو بتساوي زيرو لما يكون اللوج ده لوج 1 يعني. فساعتها تلاقي انك انت لو انت قللت التمبريتشر وانت بصيت على المعادله ديت لان ده هيحصل عند التي بتساوي التي سي، صح كده؟ اذا الميو هيجو للزيرو لما التي تروح لديس كريتيكال تمبريتشر يعني. بس ذاتس نوت سربرايزنج لان احنا وي انتسيبيتد ذس يعني، انك انت في تمبريتشر عندها الكيميكال بوتنشال نفسه بيبقى صفر. يبقى انت لو حاولت ترسم بقى الكيميكال بوتنشال يوزنج المعادلات ديت، انك انت ات هاير تمبريتشر الكيميكال بوتنشال از نيجاتيف، وبعد كده لما تلور التمبريتشر توورد الكريتيكال بوينت او كريتيكال تمبريتشر بيبقى الكيميكال بوتنشال بيساوي صفر، مظبوط كده؟ فانت ساعتها هتلاقي انك انت الفاليو بتاعت الفانكشن اللي هي الكيميكال بوتنشال ديت تبقى شكلها عامل زي حاجه زي كده يعني. ادي الميو وادي التمبريتشر، هتلاقي انك انت معظم الوقت انت نيجاتيف لحد ما توصل للي هي الكريتيكال تمبريتشر ديت يعني. اوكي طيب تعالى بقى ندرس البيهيفير بتاع السيستم ان ذس ريجيم بقى اللي هي لما الميو بتساوي صفر، صح؟ انا قدرت دلوقتي اعرف او ديسكفر انك انت في عندك فور سيستم اوف بوزونز ذن اي ريلايز انك انت في عندك تمبريتشر اللي هي التي سي عندها الزي بتساوي 1 او عندها الكيميكال بوتنشال بيساوي صفر، صح كده؟ That's very good. لأن دلوقتي أقدر أسيمبليفاي الديستريبيوشن بتاعي، ممكن أروح للتمبريتشر اللي عندها كيميكال بوتنشال بيساوي صفر. لو الكيميكال بوتنشال بيساوي صفر يبقى أنت البوز أينستاين ديستريبيوشن هيبقى عامل كده. لو أنت الميو بتساوي صفر يبقى أنت خلي بالك أنا بدأت الكلام ده كله من المعادله اللي هي ديت كانت الان اللي هي النمبر اوف بارتكلز بير فوليوم او اللي هي البارتكل دنسيتي يعني كانت بتساوي كانت بتساوي كده ام كي بولتزمان تي وبعد كده ذا باور 3 اوفر 2 وبعد كده سكوير روت اوف 2 باي سكوير اتش بار كيوب انتجرال من 0 لانفينيتي z وبعد e to the power minus x x to the power half وبعد كده 1 minus z e to the power minus x dx، صح؟ ده الـ number of particles at any general chemical potential، صح؟ خلي بالك remember ان z كانت بتساوي exponential mu times beta. بس انا دلوقتي وصلت للتمبريتشر اللي عندها z بتساوي اللي عندها chemical potential بيساوي صفر او اللي عندها z بتساوي 1، صح كده؟ فخلاص انت in this case الزي بقت بتساوي 1 فانا اقدر امسح الزي من هنا يعني، صح كده؟ this is the particle density in this case يعني، مظبوط كده؟ انا دلوقتي بقى عايز ادرس عايز اعمل ايه؟ انا عايز اكتب المعادله ديت هكتب المعادله دي بالمنظر ده يعني هكتبها كده n بتساوي ال n0 اللي هي number of particles in the ground state، صح كده؟ plus بقيه ال states يعني، صح كده؟ فهتبقى كده integral من 0 لانفينيتي للحاجات ديت اكسبوننشال ماينس اكس اكس تو باور هاف 1 ماينس اي ماينس اكس دي اكس، صح؟ وهنا اللي هو الكونستنت ده يعني. خلي بالك انت لما بتعمل انت لما بتعمل الانتجرال ده، صح؟ انت دلوقتي انت بتنتجريت على كل الفاليوز اوف اكس، خلي بالك ريمبر ان الاكس كانت بتساوي بيتا تايمز الاي، صح؟ والاكس بتساوي زيرو هي بتكورسبوند للجراوند ستيت، صح؟ لان احنا وي ارجيد ان الجراوند ستيت ان ذا ثيرموداينامك ليميت هي بتكورسبوند للاي ايكوال زيرو اللي هي اكس ايكوال زيرو، صح كده؟ فانت الجراوند ستيت لانك انت بادئ عند الاكس بتساوي زيرو والدنسيتي اوف ستيتس نفسها في اكس ذا باور هاف، ات لوكس لايك ان الجراوند ستيت از نوت كاونتد، صح؟ لانك انت دلوقتي الانتجرال ده خلي بالك هو كان من البدايه كان يعني الاكس ديت هي ريليتد للدنسيتي اوف ستيتس لانها جايه من الاكسبوننشال اي ديت،
مظبوط كده. فانت البوينت اكس بتساوي زيرو ديت اللي هي بالكورسبوند للجراوند ستيت انرجي، الدنسيتي اوف ستيتس اللي بالكورسبوند ليها اللي هي الاكس ايكوال زيرو اللي هي الاي ايكوال زيرو صح، which is not true لانك انت النمبر اوف ستيتس او الديجنسي بتاعت الجراوند ستيت كانت بتساوي 1 ما كانتش بتساوي زيرو. لو انت عندك بارتكل ان بوكس صح كده، الجراوند ستيت انرجي المالتيبلس بتاعتها بتساوي 1 صح. It's true that in the thermodynamic limit لما تاخد الفوليوم لإنفينيتي الانرجي بتاعتها بتساوي زيرو صح، لأنك انت remember ان الانرجي بتاعتك كانت بتساوي حاجة زي كده 3 واعتقد h bar square و على 2 m، وبعد كده كان في هنا اعتقد l square صح كده، وفي هنا pi square مظبوط. احنا قلنا انك انت in the thermodynamic limit لما ال تروح لإنفينيتي الانرجي بتاعت الجراوند ستيت بتبقى بصفر، بس ال density of the states كانت بتجو like x square root of e صح. فنايفلي لو انت عوضت عن ال e بصفر عشان تشوف ال degeneracy بتاعت الجراوند ستيت يقول لك انها بتساوي صفر، بس that's not true. الجراوند ستيت لها degeneracy equal 1 بس this is not captured by the integral نتيجة انك انت ال behavior بتاع ال density of the states. فحل الكلام ده انك انت تايزوليت ال n zero ده لوحده يعني مظبوط كده. فانا هقسم ال n ديت للنمبر اوف بارتكلز ان ذا جراوند ست n zero، وبعد كده كل الباقي صح كده كل الستس التانية يعني مظبوط كده. بس دلوقتي بقى لو انت بصيت على الكونستنت ده، طبعا الكونستنت ده ممكن تكتبه، هتلاقي ان الكونستنت ده اللي هو بيزيكلي الكونستنت ده يعني صح، ساعتها هتلاقي انك انت ممكن تحسب الانتجرال ده برضو. الانتجرال ده اكشلي هو برضو ريليتد للجاما فانكشن والزيتا فانكشن، يعني in fact this integral اللي هو ده ما هو الا الجاما فانكشن عند الفاليو 3 اوفر 2، وده الزيتا فانكشن عند الفاليو 3 اوفر 2 لانك انت ده بيكورسبوند لزي ايكوال 1 صح كده، فده زيتا فانكشن 3 اوفر 2 which is finite number يعني ممكن تحسبه، وده برضو فاينايت نمبر ده اللي هو كان سكوير روت اوف باي اعتقد على 2، وده كان بيساوي اعتقد 2.6112 او حاجه زي كده يعني صح. فانت ساعتها بقى ممكن بقى تكتب الكونستنت ده بدلاله الكريتيكال تمبريتشر صح، لانك انت الكريتيكال تمبريتشر كان لها علاقه بالام والكي والاتش بار والان يعني صح. فانت ساعتها تلاقي انك انت المعادله دي ممكن تكتبها كده ان بتساوي او سوري ان 0 بتساوي ان ماينس تي على تي كريتيكال 3 اوفر 2 تايمز ان اوكي. انا عايز اجيب الان 0، فانا الان 0 هي بتساوي الان ماينس الحاجات دي الفاكتور ان فرونت ده اللي هو فيه التي، التي اهي 3 اوفر 2 اهي، البقيه الفاكتورز دول ممكن تكتبهم بداله الكريتيكال تمبريتشر والبارتكل دنسيتي يعني اللي هي الفورمولا اللي احنا كنا كاتبينها من شويه اللي هي لما تحط ده ب 1 ودي بديت الكريتيكال تمبريتشر يعني صح كده. فبس انا كتبت كل حاجه بداله الان 0 والان والكريتيكال تمبريتشر يعني اوكي. تعالى بقى ندرس المعادله دي، خلي بالك this is at mu equal 0 مظبوط. فانت لو بصيت على المعادله ديت، المعادله دي فعلا يعني لو انت مثلا جيت رسمت بقى ال ان 0 على الان مثلا فيرسس التمبريتشر من المعادله ديت اللي هي طبعا لو انت جبت الان 0 على الان ده بيساوي 1 ماينس تي على تي كريتيكال باور 3 اوفر 2 صح. الان 0 اللي هي نمبر اوف بوزونز في الجراوند ستيت، الان هو التوتال نمبر اوف بوزونز اللي في البوكس يعني مظبوط كده. على فكره الان فعلا التوتال نمبر اوف بوزونز اللي في البوكس، لان انا بدات بالمعادله ديت، ما هي التوتال نمبر اوف بوزونز بيساوي البوزون اللي في الجراوند ستيت بلس الحته دي، الحته ديت هي ديت يعني مظبوط كده. فلو انت بصيت على المعادله دي ورسمتها تقول لك ايه بقى، تقول لك انك انت لو انت عند الكريتيكال تمبريتشر يعني بص ليتس اسيوم انك انت اكزاكتلي ات تي بتساوي تي سي يعني صح كده، فانت هتلاقي انك انت في الحاله ديت هتلاقي انك انت الريشيو ديت بتساوي زيرو
مظبوط كده. فانت لو انت جيت عند التي بتساوي التي سي كده مظبوط، يعني تتخيل انك انت بتعلي التمبريتشر من زيرو صح لحد التي سي، اول ما هتهت التي سي ما بقاش في اي بارتكل في الجراوند ستيت صح، لان زيرو على ان بتساوي زيرو من المعادله ديت، لانك انت لو التي بتساوي التي سي 1 ماينس 1 بتساوي زيرو يعني صح كده. انما لو انت مثلا عند التي بتساوي صفر، لو انت حطيت بتساوي صفر هتلاقي انك انت الان زيرو على الان بتساوي 1، فكل البارتكل في جراوند ستيت صح. فانت عند التي بتساوي صفر انت عندك ده بيساوي 1 مظبوط كده، وبعد كده تلاقي الكيرف نازل كده يعني. مظبوط. فانت لو انت بصيت على السيستم ده، السيستم ده بيعمل فيري فيري انترستنج بيهيفير، لانك انت اول حاجه ليتس اسيوم انك انت اكبر من التي سي. لو انت التي اكبر من التي سي، لو التي اكبر من التي سي، لو انت اكبر من الكريتيكال تمبريتشر، باي ذا واي الكريتيكال تمبريتشر از كومبيوتابل، انت ممكن تحسبها جيفن اللي هي البارامتر بتاعت السيستم اللي هي الام والبارتكل دنسيتي، يعني ممكن تحسب الكريتيكال تمبريتشر فور اني سيستم يعني. فانت لو السيستم اكبر من التي سي ذن هتلاقي انك انت هتلاقي انك انت الان زيرو على الان صغيره جدا صح كده. انما once you lower السيستم beyond the TC هتلاقي انك انت السيستم هي كوندنس suddenly ground state يعني صح، انك انت exactly at T بتساوي TC مفيش ولا particle في ground state صح. يعني بص انت في الاول خالص كل particle condensed في ground state عن T بتساوي صفر، انما as you increase the temperature toward TC كلهم مرة واحدة بيروحوا للfirst excited state او سوري للهاير اكسايتد ليفلز يعني. لو انت عكست الارجيومنت بقى بعد ما راحوا كلهم للابر ستيتس، لو انت قللت الانرجي تاني تلاقيهم بيكوندنسوا مره واحده للجراوند ستيت يعني صح كده. فالتوكس لايك ان ذيرز ا سادن كوندنسيشن من المعادله ديت، يعني انك انت بيوند التي بتساوي التي سي، لو انت بتلاقي انك انت سوري اباف التي سوري اباف التي سي the majority of particles هما مش في ground state، انما if you keep lowering the temperature then suddenly you will condense the ground state يعني okay. فانت كأنك انت في كده عندك في critical temperature بتseparate two phases يعني okay. طبعا this is not yet a signature of phase transition، يعني اللي بيقولك اذا كان في phase transition ولا لا هو انك انت تحسب بقى some thermodynamic functions زي مثلا اللي هي السبيسيفيك هيت او اللي هي الهيت كاباسيتي سوري السبيسيفيك هيت، وتشوف هل هي بقى بتسافر فروم ديسكونتينيوتي ولا لا يعني اوكي. فتعالى مثلا نحسب السبيسيفيك هيت بتاعه السيستم ده. طبعا عشان تحسب السبيسيفيك هيت انت عايز تجيب الافريج انرجي بير بارتكل كفانكشن في التمبريتشر وتجيب الديريفاتيف يعني. فانت دلوقتي لو انت بصيت احنا في الاول خالص كتبنا النمبر اوف بارتكلز بتاعنا بير يونت فوليوم يعني كان كده انتجرال من زيرو لانفينيتي، وبعد كده اللي هي الدنسيتي اوف ستيتس جي اي ديت، وبعد كده دلتا اي على اكسبوننشال اي ماينس ميو تايمز بيتا ماينس 1 صح. ده اللي احنا بدانا بيه الاناليسس خالص يعني تمام. دلوقتي بقى this is the number of particles this is the total number of particles يعني صح لكل الانرجيز. فانا دلوقتي لو عايز احسب بقى التوتال انرجي بتاعت البارتكلز ديت مظبوط كده ممكن اعمل ايه بقى. ها طبعا ديت انرجي دنسيتي لان ده بارتكل دنسيتي يعني ده بارتكل بير فوليوم، فانا لو ممكن احسب منه اللي هي الانرجي بير فوليوم يعني الانرجي بير يونت فوليوم. فعشان احسب الانرجي بير يونت فوليوم اللي انا اسميها يو ممكن اعمل ايه بقى؟ تضرب في الانرجي بتاعت سنجل بارتكل يعني صح؟ فانت هتضرب ده تجيب كده انتجرال من زيرو لانفينيتي وبعد كده الاي وبعد كده جي اي دي اي وبعد كده اكسبوننشال اي ماينس ميو بيتا ماينس 1. ده يدينا الانرجي الانرجي دنسيتي دنسيتي of
all the particles. صح كده؟ Very good. اللي هي طبعا بقى ايه اللي هي ممكن تكتبها برضو بدلالة اللي هي الفاريابلز ديت، انك انت ممكن تعرف بقى z اللي هي بتساوي exponential mu بيتا، والاكس بتساوي e تايمز بيتا، صح؟ لو عملت التعويض ده في الانتجرال ده هيتلاقي انك انت الانتجرال ده بعمل كده هتلاقي الانتجرال ده بقى حاجه زي كده من اللي تشينج اوف فاريبل ده بقى يطلع لك فيه سام كونستانس ان فرونت، يبقى عندك كي تي تو ذا باور 5 اوفر 2، وبعد كده ام 3 اوفر 2 سكوير روت اوف 2 باي سكوير اتش باور كيوب انتجرال من 0 لانفينيتي، وبعد كده زي قبل كده برضو زي ماينس اكس، وبعد كده 1 زي اي ماينس اكس. بس دلوقتي في عندك ايه بقى؟ انت عندك اكس تو باور هاف من هنا، لان خلي بالك ريمبر ان جي اي دي كانت بتجو لايك سكوير روت اوف اي، وعندك 1 باور اوف اي هنا، فانت في عندك اكس تو باور 3 اوفر 2 يعني. هتلاقي هنا في عندك اكس 3 اوفر 2 كل ده دي اكس. مظبوط؟ فيري جود. ريمبر ان النمبر اوف بارتكلز اللي احنا كنا كاتبينه من شويه كان بيساوي كان بيساوي برضو حاجه زي كده، كان بيساوي ام كي بي تي 3 اوفر 2 سكوير روت اوف 2 باي سكوير اتش بار كيوب انتجرال من 0 انفينيتي زي اي ماينس اكس 1 ماينس زي اي ماينس اكس، وبعد كده اكس هاف دي اكس. مظبوط؟ ده اول لما عملنا اول تشينج اوف فاريبل في الاول يعني، صح؟ دلوقتي بقى انت ممكن تحسب ايه؟ انت ممكن تجيب الانرجي دنسيتي بير بارتكل، فانت ممكن تجيب ايه على ان، فده يديك الافرج انرجي انرجي دنسيتي يعني بير بارتكل. جبت توتال انرجي قسمتها على النمبر اوف بارتكلز يعني. على فكره الحاجات دي بقى ممكن تحسبها بالتفصيل بدلاله بقى ريمان زيتا فانكشن والكلام ده كله يعني، فانت ساعتها هتلاقي انك انت الكميه ديت، طبعا انت محتاج تحسب الكميه ديت لتو ريجيمز. اول حاجه فور تي بيجر ذان تي سي اللي هي الريجيم اللي فيها زي از نوت ايكوال تو 1، صح كده؟ وفور تي لوور ذان تي سي اللي هي الريجيم اللي فيها تي بتساوي زي بتساوي 1. مظبوط كده؟ فانت مثلا لو انت حسبت الكلام ده for t bigger than tc هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ان الكميه ديت اللي هي اليو على الان هتساوي حاجه زي كده، هتساوي 3 على 2 k بولتزمان تايمز تي، وبعد كده فانكشن اسمها g 5 over 2 z على g 3 over 2 تايمز زي. الجي 3 اوفر 2 تايمز زي اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي جايه من الانتجرال ده، صح كده؟ الجي 5 اوفر 2 هي جايه من الانتجرال ده، مظبوط كده؟ هي بقى الجي 5 اوفر 2 ديت هي تعرفها زي الجي 3 اوفر 2 بالظبط يعني. الجي 5 اوفر 2 ديت زي هي عباره عن كده سام على البي من 1 لانفينيتي، وبعد كده زي to the power p، بس دلوقتي p 5 over 2. على فكره اللي انت عملته في الانتجرال ده انك انت بتكسباند الكلام ده وتعوضه في الانتجرال، هتعمله في نفس القصه هنا يعني، بس المره دي كان عندك x to the power half، هنا x to the power 3 over 2، that's the reason انك دلوقتي عندك 5 over 2 يعني. تمام؟ لو انت بصيت على الفورمولا ديت هتلاقي انك انت لو ال t كبيره جدا عن ال tc، صح؟ for high temperature يعني، بتلاقي انك انت الزي صغيره، صح؟ لانك انت خلي بالك الزي هي بتساوي اكسبوننشال بيتا ميو، فانت فور هاي تمبريتشر البيتا بتروح للصفر، فانت الزي بتبقى فيري سمول يعني اقل بكتير جدا من الواحد، صح؟ لما البيتا تروح للصفر او لما التي تروح لانفينيتي يعني.
فانت لو الجي اصغر بكتير جدا جدا من الواحد هتلاقي انك انت الكميه ديت هي زي والكميه ديت برضو هي زي، لانك انت السيريز ديت هي لو انت زي صغيره جدا هي دومينيتد باي ذا فيرست تيرم اللي بي ايكوال 1 تيرم يعني. فانت ساعتها بقى ات هاي تمبريتشر هتلاقي انك انت الافرج انرجي بير بارتكل هي 3 اوفر 2 كي بولتزمان تي، اللي هي الافرج انرجي بير بارتكل فور ا سيستم فور ان ايديال جاز اوف ديستينجوشبل بارتكلز يعني، صح كده؟ طيب احنا دلوقتي بقى وانس انك انت عندك الافرج انرجي بير بارتكل اللي هي الكميه ديت، انت ممكن تحسب اللي هي ممكن اسميها ايه بقى، اللي احنا ممكن نسميها مثلا يعني ممكن نسميها الاي ديت يعني. انت ممكن تجيب الكميه دي partial e by partial t اللي هي at fixed number of particles يعني، دي بيسموها ايه بقى الايه الهيت كاباسيتي اللي هي السي في يعني، صح؟ هتجيبها ازاي؟ انك انت هتديفرينشيت الفانكشن ديت with respect to temperature which you can by the way that's not very hard، لانك انت عارف الفانكشن ديت explicitly وعارف الفانكشن ديت explicitly يعني، صح؟ فانت you can find this derivative. بس من قبل ما نعمل الديريفاتيف يو اكسبكت ان الهيت كاباسيتي ات فيري فيري هاي تمبريتشر بتساوي كام؟ انك انت ات فيري هاي تمبريتشر لو انت بقى رسمت الهيت كاباسيتي اهي، انك انت ات فيري هاي تمبريتشر انك انت عندك 3 اوفر 2 كي بي ده اللاين ده يعني، فانت وي انتسيبيت ان الهيت كاباسيتي هتاسيمتوت للفاليو ديت يعني، صح كده؟ طيب الحاجه اللي بقى انك انت تجيب بقى البارشال باي بارشال تي للكميه دي ويتش يو كان يعني، فساعتها هتلاقي انك انت الكيرف بيبقى كده، دي هتبقى الكريتيكال تمبريتشر، هتلاقي انك انت الكيرف في عندك حاجه زي كده يعني كده، وزي ما قلت لك بقى ات هاي تمبريتشر هيبتدي بتاتش اللي هو الاسيمتوتيك لاين ده يعني. اوكي فيري جود. طيب تعالى بقى نحسب نفس الكلام لو التي اقل من التي سي. لو التي اقل من التي سي بقى انت هتعمل قصه مختلفه، لو التي اقل من التي سي يبقى انت خلاص انت ديت بتساوي 1 والكلام ده بيساوي 1 والقصه دي كلها، صح؟ فهتعيد نفس الكلام ده للتي اقل من تي سي، فساعتها برضو يو كان كومبيوت الحاجات دي كلها بمنتهى السهوله يعني، انك انت تعوض الميو بتساوي صفر او الزي بتساوي 1 يعني، فانت ممكن تحسب الحاجات ديت، فساعتها هتلاقي انك انت فور تي لوور ذان تي سي ساعتها هتلاقي ان الاي ديت اللي هي الافرج انرجي بير بارتكل برضو بتساوي حاجه زي كده 15 سوري هتلاقي ان الكميه دي بتساوي تقريبا 3 على 2 بولتزمان، وبعد كده تي 5 اوفر 2 تي كريتيكال 3 اوفر 2 وبعد كده جي 5 اوفر 2 ايفالويتد عند الفاليو 1 وبعد كده جي 3 اوفر 2 ايفالويتد عند الفاليو 1. ريمبر انك انت الجي كفانكشن في الزي بي بقى دي بتساوي كده سام على البي من واحد لإنفينيتي سوري اس يعني، دي بتساوي كده زي to the power p على p to the power s، صح؟ فمثلا لو انت تتكلم على اس بتساوي 5 على 2 والزي بتساوي 1 يعني تتكلم على كده جي 5 على 2 والزي بتساوي والزي ب 1 انت تتكلم على الفانكشن ديت p 1 إنفينيتي وبعد كده ده 1 بقى خلاص وبعد كده p to the power 5 over 2 ده اللي هو الريمان زيتا فانكشن ايفالويتد عند 5 اوفر 2 ذاتس ا ويل ديفايند نمبر انها اكشلي كونفرجنت لانك انت الكميه دي اكبر من الواحد وكذلك الكميه دي كونفرجنت يعني، صح كده؟ فانت برضو يو كان جو اهيد اند كومبيوت الهيت كاباسيتي من الديريفاتيف بتاعه الاي وذ ريسبكت تو تي يعني. هتعمل ايه؟ هتروح جايب الفانكشن ديت وتديفرينشيت الحته دي، طبعا بقى خلاص الحته دي كونستنت يعني مش هتفرق معاك في اي حاجه، صح كده؟ فساعتها يو كان وساعتها هتلاقي انك انت الكيرف يبقى عامل حاجه زي كده يعني، هتلاقي انك انت الهيت كاباسيتي كفانكشن في التمبريتشر بتسفر فروم ا فيرست اوردر ديسكونتينيوتي يعني الديريفاتيف بتاعتها مش ديفايند يعني، في كسب عند النقطه تي بتساوي تي سي يعني، فانت السي في ديت فيها لها كسب ات تي بتساوي تي سي، او بمعنى اخر ان الفيرست ديريفاتيف بتاعت السي في مش بتكزيست عند التي بتساوي تي سي يعني. بص في الستاتستيكال ميكانكس if a thermodynamic quantity
الديريفاتيف بتاعتها اوف ا سيرتن اوردر فيها ديسكونتينيوتي يبقى انت عندك فيس ترانزيشن اوف ذس اوردر. فانت لو انت عندك الفيرست ديريفاتيف اوف الهيت كاباسيتي السنجولر يبقى ده فيرست اوردر فيس ترانزيشن. فعشان كده ذاتس اكشلي هاو يو ديتكت فيس ترانزيشنز، انك انت بتبص على الثيرموديناميك فانكشنز بتاعتك زي الهيت كاباسيتي مثلا، الفري انرجي، وبعد كده بتشوف بقى هل هم ديفرنشبل از ا فانكشن اوف ذا ماكروسكوبيك بارامترز ولا لا. الماكروسكوبيك بارامتر هنا هو التمبريتشر. انت مثلا كميه زي الهيت كاباسيتي بتسافر فروم ا ديسكونتينيوتي عند تي بتساوي تي سي يعني. وطبعا انت ممكن تثبت ان الكلام ده بيحصل لحاجات ثانيه يعني مش بس الهيت كاباسيتي يعني. فذاتس اكشلي ذا ريزون ذات يو هاف ا فيس ترانزيشن كفانكشن في التمبريتشر وين يو هيت التي بتساوي تي سي. المشكله بقى او الحاجه الريماركابل فعلا انك انت ذس از ا فيس ترانزيشن ويز نو انتراكشنز، لانك انت يو ار كونسيدرنج ا سيستم اوف دايليوت بوزونز، وحتى الانرجيز اللي انت بتتكلم عليها هي فري بارتكل انرجيز الاتش بار سكوير كي سكوير على 2 ام. مفيش اي انتراكشن ما بين البارتكلز، ومع ذلك when you lower the temperature toward TC you have a phase transition. يعني في الكلاسيكال ميكانكس او في الكلاسيكال ستاتماك you don't have phase transition without interactions. يعني مثلا الليكويد جاز phase transition ده نتيجة الفاندرفال انتراكشن ما بين الموليكيولز يعني. صح؟ if you switch off الانتراكشن في الكلاسيكال ستاتماك you don't have phase transitions. اصل يحصل phase transition ازاي؟ ما انت عشان يحصل phase transition لازم يبقى فيه كده coherent كوميونيكيشن ما بين الممبرز بتاعت الانسامبل، يعني في سام فورس اوف اتراكشن او ريبالشن عشان يقدروا يكوندنسوا مع بعض او يروحوا لستيت ثانيه لها لوور انترنال انرجي او هاير انتروبي اور وات ايفر. انما انا في السيستم ده من البدايه اي ام سويتشنج اوف كل الانتراكشنز، لان انا بكونسيدر فري بارتكلز ان ا بوكس، ومع ذلك وين يو لوور ذا تمبريتشر يو هاف ا فيس ترانزيشن ات سام فاينايت تمبريتشر ويتش يو كان كومبيوت باي ذا واي. ليه بقى يو كان كومبيوت؟ لانك انت لو رجعت للفورمولا بتاعت التي سي اللي انا كنت كاتبها من شويه هتلاقي انك انت التي سي ديت بتساوي كده، بتساوي 2 باي اتش بار سكوير على كي ام كي بولتزمان طبعا تايمز الماس بتاع البارتكلز اللي في السيستم، وبعد كده ان على الرقم اللي هو 2.6112 اللي هو الايت زيتا فانكشن عند 3 اوفر 2. الان ديت احنا عارفينها ديت اللي هي نمبر اوف بارتكل بيونت فوليوم، يعني انا عارفها من قبل، انا عارف حاطط كام بارتكل في البوكس، والماس بتاعت البارتكلز انا عارفها. لو انا بتكلم على الهيليوم اتوم انا ممكن احسب، انا عارف الرقم ده وممكن اعرف الرقم ده، فممكن احسب الكميه دي. لو حسبتها بقى للهيليوم للH4 يطلع لك الكميه دي بتساوي تقريبا 3.1 كلفن. فالاناليس ده بيبريدكت انك انت لو حطيت سيستم اوف هيليوم اتومز فيري فيري دايلوت سيستم عشان تبقى وذين الريجيم ديت، انك تتكلم على سيستم اوف فري بارتكلز يعني. ذن ات ذس تمبريتشر وي اكسبكت ان يبقى في فيس ترانزيشن. صح؟ ده الثيوريتيكال بريدكشن بتاع اينشتاين. الكلام ده في 1924 1925 يعني. طبعا بقى الفكره بقى هل بقى الفيس ترانزيشن ده بيحصل في اللاب ولا لا؟ يعني هقدر اعمل لاب اكسبيرمنت لسيستم اوف هيليوم اتومز مثلا او سيستم اوف بوزونز نوت نيسيسيرلي هيليوم اتومز. على فكره ما فيش اي حاجه ريليتد للهيليوم اتوم غير هنا، انك انت لو انت هتقعد بقى وتحسب الكريتيكال تمبريتشر لازم تسبلاي الرقم ده والرقم ده. صح؟ انها ممكن تعمل التجربه لاي بوزونز يعني. فهي الفكره انك انت لما اينشتاين بريدكتد الفينومينا ديت اراوند 1924 1925 بعد شويه يعني في ناس اكتشفت ان في فينومينا بقى بتحصل على الهيليوم حاجه اسمها السوبر فلويد ترانزيشن، انك انت الهيليوم 4 ده انك انت اف يو لوور التمبريتشر بتاع الهيليوم 4 عند سيرتن تمبريتشر الهيليوم ده بيكوندنس انتو حاجه اسمها سوبر فلويد. هو سوبر فلويد لانك انت يو كان شو ان الفلويد فلو ما فيش فيه اي فيسكوسيتي، يعني بيفلو من غير اي فريكشن يعني. صح كده؟ او كانك انت بتقول ان الهيليوم ده بيكوندنس انتو ا ستيت ويز فيري فيري سمول اماونت اوف فيسكوسيتي يعني. فكان في سام داوت او في ناس اقترحت اعتقد لندن يعني سجستد انك انت ذس ترانزيشن از اكشلي ا بوز اينشتاين كوندنسيت. ان اكشلي اف يو ستادي السيستم ده هتلاقي انك انت السوبر فلويد ترانزيشن ده بيحصل عند تمبريتشر هي 2.2 كلفن. دي بيسموها اللامدا ترانزيشن يعني.
هو بيسموها اللامدا ترانزيشن لانك انت لو جبت الهيت كاباسيتي يبقى الكيرف بتاعها بيبقى عامل زي ال اعتقد عامل زي حرف ال... يعني عامل زي اللامدا الجريك لامدا يعني عامل حاجه زي كده يعني anyway. فكان في داوت انك انت this transition اللي هو السوبر فلويد ترانزيشن بتاع الهيليوم this might be the bose einstein condensate. طبعا اللي بيسبورت الكليم ده انك انت this temperature is not very far from this temperature يعني بس اتند اوت انك انت actually السوبر فلويد هيليوم البروبرتيز بتاعته is very 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 far from the other properties predicted by the bose einstein condensation. فانت السوبر فلويد ترانزيشن is not a bose einstein condensation. والسبب في كده انك انت السوبر فلويد هيليوم ده بيحصل عند كونديشن بتفايوليت الفينومينا بتاعت البوز اينستاين. البوز اينستاين كوندنسيت عشان تاتشيفه لازم تخلي السيستم فيري فيري دايليوت ساتش ذات انك انت كان كونسيدر الممبر بتاعتك نون انتراكتنج يعني. خلي بالك احنا سو فار وي ديد نوت اد اني انتراكشنز ويتش ميك فده اللي بيخليك مثلا انك ذا فاكت انك انت 2.2 از فار فروم 3.1 از نوت سربرايزنج لانك انت السوبر فلويد هيليوم هو انتراكتنج سيستم يعني في انتراكشن ما بين الممبرز بتوعه يعني. فانت لو انت عايز لو انت عايز يعني ريفاين الموديل ده then you might add interactions however without adding interactions Bose-Einstein predicted انك انت at this temperature or at another temperature which you can compute يعني for whatever system then you can achieve اللي هو phase transition ده يعني صح. ده فضل كده مجرد theoretical prediction لحد سنة 1995. سنة 1995 بقى في كان في إيريك كورنيل وكارل ويمان الاتنين دول كانوا اللي في يونيفرسيتي اوف كولورادو بولدر يعني دول عملوا بقى تجربة ما استخدموش هيليوم اتوم استخدموا اذر اتومز بس طبعا اتومز التوتال انجلر مومنت بتاعها انتجر عشان تبقى بوزونز يعني اند دي مانج تو كول السيستم ده وان ات ذا سيم تايم ان السيستم بقى فيري فيري دايليوت يعني عشان في عندك اولموست فري نون انتراكتنج سيستم يعني اند ذن دي اكشلي كونفيرمد اللي هو البوز اينستاين كوندنسيشن ده يعني الكلام ده كان سنه 1995 فانت يعني البريدكشن كان ما بين البريدكشن والثيوري كان في حوالي 70 سنه يعني اوكي. فطبعا يعني دي من الحاجات اللي فيري فيري ريماركابل في الكوانتم ستاتستكس انك انت يو كود هاف فيس ترانزيشنز وين يو دونت هاف انتراكشنز مظبوط كده. ذيس ار فيس ترانزيشن ويتش ار دريفن باي كوانتم ميكانيكال افكتس دي ار نوت دريفن باي ثيرمال فلكتويشنز لان انا اتس ا فيس ترانزيشن ات فيري فيري سمول تمبريتشر يعني. طبعا الاوريجين بتاع الفيس ترانزيشن ده هو الكوانتم ميكانيكال سيمترايزيشن برينسيبل انك انت يوتريت السيستم ده كسيستم اوف بوزونز يعني. فانت يعني اللي طبعا الليسون بتاع المحاضره ديت وحتى حاجات قبل كده لما اتكلمنا على البارا هيليوم فيرسس اورثو هيليوم هو انك انت ايفن اف يو دونت هاف انتراكشنز في الهاملتونيان الاستاتستكس بتاعت البارتكل ممكن تبقى لها فيري فيري ريماركابل افكت. اتس سو ريماركابل في الكيس ديت ان دي كان ديرايف فيس ترانزيشنز يعني مظبوط كده. فانت جيومتريك افكت على الويف فانكشن انها تبقى سيمتريك لو انت بتتكلم على البوزونز او انتي سيمتريك لو بتتكلم على الفيرميونز ممكن تؤدي لكوانتم فيس ترانزيشن في حاله البوز اينستاين كوندنسيت او تؤدي انك انت يحصل فيه بالانس ان بعض الستارز زي الوايت دوارفز انها تبقى ستيبل ستيبل اجينست جرافيشنال كولابس والاستابيليتي دريفن باي ذا لو ذا جينرس بريشر اللي جاي من اللي هو الباول اكسكلوجن برينسيبل يعني اوكي. بس فهو كده يعني يعتبر نهايه الكورس ككورس يعني. الجزء ده يمكن غالبا اول مره اشرحه يعني. ما السنه اللي فاتت وي ستوب ذا ات اللي هي البلاك بودي سبيكترم يعني اوكي فبس كده.